أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله. الحياة كالقهوة، حلاوتها في مرارتها، وكلما كانت القهوة أكثر مرارة تكون قدرتها على إيقاظك أقوى. أنت لا تريد الحياة إلا سكرا خالصا، وكأن الحياة لم يخلقها الله هكذا، خلط خيرها بشرها وليلها بنهارها وصلاحها بفسادها وصحتها بمرضها وحياتها بموتها، خليط من الخير والشر، من الظلمة والنور، من الصحة والمرض. هذه هي الحياة. لكن كلما كانت الحياة أصعب، كانت قدرتها على أن توقظك وأن تصنع منك شيئا مهما أكثر. ترى من هو الطيار الماهر؟ هل هو الذي يطير طيارته في الأجواء العادية، أم هو الذي يقودها في الأنواع الجوية المضطربة؟ هل قبطان السفينة يعتبر قويا وماهرا؟ إذا كان يسوق سفينته في البحار في الوضع العادي، أم هو الذي يستطيع أن يقود السفينة في الطوفان حينما تكون الأنواء الجوية شديدة والأمواج عاتية؟ أنت تستطيع أن تكون قويا بشرط أن تصبر على المرارات في هذه الحياة، فتكون كالقهوة، كلما زادت مرارتها كانت قدرتها على الإيقاظ أكثر. والسلام.